شوفوا، أدري إنه اللعبة خلصت وكذا، بس أدري دحين الصباح وأنا ما بث الصباح أصلا، وهذا برضو بيكون ممكن مقطع يوتيوب. في نهاية سرية ما سويتها أنا بسويها، وغير كذا بتكلم عن اللعبة وبتكلم عن نهايتها وكل شيء، لأنه في أشياء ما تكلمت عنها أمس. يعني ممكن يكون شيء بسيط، يعني ويلكم جميعا منورين. والله ما توقعتك بصحيت، بس نورتونا والله. ويلكم مسكم، عليكم السلام، ويلكم غيدا، ويلكم جينكو، ويلكم عبد المجيد، ويلكم مشاري، ويلكم جميعا منورين، يا اهلا وسهلا. لا لا لا، لعبت شويتين الصراحه، ما ادري انا فين واقف حاليا، بس يس الهرجة مو هنا الهرجة. في نهاية سرية نفس ما قلت لكم نبي نسويها، واللي هي جنازة بروك، الجنازة حقته، ف يبغالنا نروح لها. أتوقع إنها هذه، يس هذه الجنازة يبغالنا نروح لها. ما أدري يعني نهاية يعني كايند أوف سرية. عموما بالنسبة لنهاية اللعبة، يا أخي صباح الخير جميعا. الشيء اللي سويته في الصراحة يعني ما أدري إيش أقول، إنها وقفت ضد الجاينتس ولغت الباث حق كريتوس وتريوس، إنه كريتوس نهايته الموت. تيك تايم غيداء. الشيء الحلو انه في النهاية لما كريتوس فتح خلينا نقول دقيقة، معلش دقيقة بالله ما قادر اتكلم. اوكي والله يس، مويه ضروري، ما ادري ايش في مزكم، معليش. ودوبي صاحي. يا ليل، رجعت نفس البوابه وانا كنت بشوف فين المدينه حقت الدورز. شو اسمه، يس هرجه اخر او الرسمات الاخيره اللي رسموها الجاينتس، واللي هي كانت الرسمه الصحيحه، صراحه يعني شيء جدا جميل. انه في النهايه كريتوس لاحظ انه الشامبيون اللي قاعدين يتكلموا عليه طول هذا الوقت هو نفسه كريتوس، يعني لانه كريتوس عانى طول حياته، طول وقت الناس كلها ضده، هذه المرة أخيرا في هذه اللعبة حرفيا هو اللي أنقذهم. يعني فخلال الثلاثة ألعاب الأولى حقت God of War القديمة، كريتوس كان يعني ضد كان بيمشي بطريقه يعني، وكل الناس كانوا يخافوا منه وكذا. ما حاليا الرسمات هذه كلنا كنا نحسبها انه اتريس هو الشامبيون، وهذا في النهاية في الرسمة الاخيرة طلع كريتوس. هالشي جدا جميل الصراحة، جدا جدا جميل. من طول هذه السنين اخيرا كريتوس صار هو المنقذ. ايه اكيد تغير كمان بعد ما جاء ولده، اكيد ولده علمه، هو ولده تعلم منه يعني. I came by and took out an Ainhar Yar patrol. Area should be clear. Yes, an occupying army is as good as a lockdown for tamping down foot traffic. وطريقة اللعب حرفيا انه اوكي خلينا نشوف شو وضعهم دول. Wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. Yeah. لأنه هو ما كان مصدق أصلا كمان هذا الشيء. He
الحمد لله نهاية سعيدة. وغير كده كريتوس هو اللي كان يعني هو كان الهيرو حق الجاينت حرفيا. والشيء حلو انه في النهاية كمان قال له انه ولده خلاص يو ار ريدي، انه خلاص هو صار جاهز انه يمشي لحاله وكذا. بروك يو ار ون اوف ذا فيو I would call friend. Oh. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sverd Sands. It's in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. Okay. Brock, man. فين بيودو؟ فين نمشي؟ ما أعرف، ممكن يجي بالجنازة، ما أدري والله، غالبا حيجي أخوه، ما أتوقع إنه راح يتركه. يا واد المكان يلخبط، أمشي في جهة يقول لي روح جهة تانية. فين مع اليسار ولا فين؟ ما اتوقع النادي. لا وي اوه هنا. اوه كيف اروح هنا؟ الو ها اتوقع انه ذا الطريق غلط، خلينا نروح اللي قريب منه. المشكله ما اتوقع انه في فتحه تخليني امشي هنا، اتوقع هذا اوت اوف باوندز ولا شيء، ما اتوقع انه مكان امشي فيه اصلا. هذا القطار ممكن من ذا الطريق لازم امشي، لازم اجي هنا. بس كيف اجي من هنا؟ ممكن اروح هنا، ممكن اروح من هنا بعدين نمشي كذا نجي هنا بعدين نجي هنا. مكان غريب والله. اللعبة اعطيها 10 من 10 الصراحة، ما اعرف كيف ما اعطيها 10 على اللعبة زي كذا الصراحة. كل ديتيل مفكرين به واشياء كثيرة عجبتني، ومن اكثر الاشياء اللي عجبتني غير الجيم بلاي، يعني الجيم بلاي اكيد مرة خرافي بس، والقصة اكيد يعني، بس طريقة انه الكمبانيون اللي يكون معاك يتغير، وحتى انت بتلعب مرات بيتريس وكريتوس بس اللي معاك يختلف. حاليا فريا بتقعد معانا طول الوقت خلاص، لانه احنا يعني بنحاول نساعد العالم، يعني اللي هي نسوي سايد كوست وذي الاشياء بالعربي يعني. في اشياء كثير تتسوى الصراحه، في اشياء مره كثير تتسوى، بس فور ناو يعني حنسوي الجنازه والاشياء الباقيه ممكن اخليها اوف ستريم افضل، او ممكن العبها في ستريم بس ما راح اسوي عنها مقطع يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويلكم نور. Well done. I don't suppose more violence in the streets will convince the citizenry that it's safe to emerge. Freya, here. Sparkthorn. ممكن لو تخلص كل شيء تصير نهاية تحمس للجزء الجاي. المشكلة يو صح، وانا افكر الجزء الجاي والله ما ادري ايش ممكن يسوي. شوفوا انا اتوقع انه الطريق انفتح لدي ال سي، كنت افكر لعبة زمان بس دحين افكر دي ال سي،
ل ايش اسمه يالله لأتريس. اتوقع ان فتح له ديل سي نلعب به مستقبلا ممكن. النهاية حاليا مرة حلوة يا اخي، بيرفكت يعني. ما ادري ايش فكي يسوي بعد كذا. في صراحة احنا خلصنا كذا النورس وخلصنا الجريك، في ميثولوجيز تانين، في الايجيبشن وفي الجابانيز، فغالبا بيروحوا لوحدة منهم غالبا، هذا اللي بيصير. يس يس، يا الايجيبشن يا الجابانيز غالبا. بايرو ويلكم نور يا ساينو، للاسف ضعيف شويتين الصراحة. برجع البوابة وبسوي تليبورت. ما مانجا ما قصدك كوميكس؟ أما في كوميكس لي God of War، بس أوكي لو راح مصر أوكي. هو شو اسمه يا اخي، المانجا حقت الانمي يا اخي. يا الله ضحكتني. بس عموما شو اسمه اوكي. I thought it was only in my homeland you'd see such things. Mermaids who forge weapons. بس أتريس إيش بيصير عليه يعني، عارفين؟ يا هذا الشيء باقي ما ندري عنه يعني. أنا أقول يا إنه بيحطوا اللعبة لحاله، يا إنه بيحطوا له DLC. لو بيحطوا اللعبة لحاله بيكون لعبة جانبية يعني. يا اخي والله شيء مره حلو انه كريتوس طلع هو القائد الحقيقي بعد هذا كله، والشامبيون حق الجاينتس مو أتريس يعني. أتريس وقته حيجي طبعا، بس يعني he didn't believe himself، كريتوس in himself يعني، الا في النهايه بعد ما حلم ب شو اسمه زوجته. ما ادري اذا حقدر اكتر الصراحة. بالغلط كريم مثل فلنش. اخي انا دائما اغلط اني اروح لل حسبت في اوه يا ليلي هاني ما كان له داعي.
باخذ الهيل. اي اوكي معفن. بس خلاص خلاص تعال معفن. ايوه شيخ خربص. واحد من 12. هذه مشابهة لل شو اسمه لل Did these warriors wrong you at some point, Mimir? You're quite agitated, even for you. No need to rehash ancient history if it's all the same to you. Very well. مشابهة لل شو اسمه للفالكريز اللعبة الأولى. فشي حلو. لي قطار فين حيودينا؟ هو القطار ممكن الحل حيودينا. والله ما ادري اذا طريق القطار اتوقع نحن نروح لهنا بعدين من هنا في قطار ثاني يودينا لهناك. طيب هيبسو يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيك ويلكم نور وغيدا ويلكم باك. في لك تحدي بعد ما تخلص من بروك. روح سبحان اذا ما غلط في شيء رهيب. طيب نسويها. هو ده غالبا بيكون اخر بث واخر مقطع في اليوتيوب للعبة God of War. هي في فالكري واحدة احنا نبغى نقاتلها اسمها والله ما ادري اسمها اودا ولا شيء اللي راحت عند اودن وخانت الفالكريز كلهم. فممكن هي هذه وما اعرف فين مكانها انا بالضبط بس ممكن في مصف الحيم. فنبغى نشوف. الطريق معقد شويتين على اساس اني اروح للمكان اللي ابغاه. سيك ويلكم نور كيف حالك؟ يهو بروح هناك. انا جيت هنا عشان اروح هناك ما يمدي. اوكي انا جبت العيد اجل. اوكي الو ما اعرف كيف اروح هنا. اوكي ليه ما امشي ورا اللعبة؟ شوف اللعبة قاعد تقول لي امشي هنا ذا الطريق. احس اني اهبل يا اخي. يا الله والله اني اهبل يا ليل. اسمع جينا اقول لك هي نفسها حقت مصف الحيم ولا هذه واحدة ثانية؟ اتوقع انها راح تكون قوية ترى هذه جينا. بس يعني ما ادري اذا انا جاهز لها حاليا لان انا ما سويت سايد كوستس كثير ف ضعيف شويتين. ما جمعت موارد. اوكي بروح بجرب. افتكر الكوين فالكري كانت مرة صعبة وكنت مصر اني اخلصها على البالانسد اكسبيرينس لين ما سويتها في اللعبة الاولى طبعا. اوكي الطريق من هنا على كلام ال ان شاء الله يفك الباب ده. اوكي
واضح انها صعبة. انا كنت حاس يعني بيخلوا صعوبتها نفس صعوبة الكوين فالكري الاولى اكيد يعني. بهيلي بس يا اخي. يا اخي اللعبة حرفيا يعني تتحمس انك تكمل تلعب، ما تبغى توقف صراحة. احنا قد جينا هنا مع اتريكس. اللعبة جدا ممتعة. يس شفناه هناك. ان شاء الله اني قاعد اروح المكان صح. انا ما ادري يعني. اوكي في النهاية رجعنا عند اوكي. ايش قاعد اسوي هنا؟ كيف اروح هنا؟ الله ممكن يكون نفس التليبورتر اللي جنبي اذا وانا ما رحت له اسوقه هنا. هو التليبورتر اللي في البداية يا مسكين. هذا صح؟ يمديني اروح هنا؟ Circling back to the topic of prophecies brought about by the efforts to avoid them. I think I can recall such a story as you mentioned, brother. A Greek tale. بروح لل rather lurid but very popular. You know the one? Every Greek knows the tragedy of the Theban king. Yeah, word gets around about that sort of thing. Okay, والله فيلسوف اقسم بالله. والله اني فيلسوف. تمام بنروح له. Headed back to the city? Yes. Hey. الباب ما شاء الله جاب بسرعة. اوكي اوه نسيت هذه. Damn it. What is wrong? I should have changed. Sewn some morning garb. We're not dressed properly. Oh. Dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brock certainly would not. Perhaps. Phil, now you've got me thinking of what I might look like with some jewelry around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. I'd be quite fetching, eh? Thanks for trying. There they are, brother. Oh, come on. Surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man.
You made it. Hello, Brockman. ما أدري حيحرقوه ولا لك بس كده بيودوه بعدين بسحرهم بيختفي ولا شيء. وعليكم السلام من ويلكم نور. سندري أكيد موجود، هو الخو يعني. مسكين سندري مدمر مرة، من تاني مرة يصير له هذا الشيء. قد مات بعدين انقذه بس دحين ما يمدي خلاص. ايه سندري مرة تغير مسكين. يا اخي بروك يا اخي. مرة ما توقع، ما توقع في أحد يتوقع أن سندري بيتغير لدي الدرجة بس هذا الجنازة عندهم يحرقوا. أعوذ بالله. ولا طرطيع ولا إيش هذا؟ هو زعلان مننا. لازم يكون في مهمة جانبية عشان تحسن العلاقة مع سندري. يا ليت يا ليت. هذا الترو اندنج. هذا الترو اندنج، النهاية السرية والنهاية الحقيقية نقدر نقول، اللي صارت نفس اللعبة الأولى.
كوري بارلوغ مان. كوري بارلوغ صراحة اقسم بالله لعبة اسطورية حرفيا. يا اللعبة جدا رهيبة الصراحة، جدا رهيبة. يا تستاهل. انا مرة ما عندي اي مشكلة انه انتظر لعبة يعني تطول عبال ما تنزل، وفي النهاية تنزل وتكون لعبة نفس هذه مثلا كذا خرافية وكاملة، مو تيجي لعبة تكون ما هي مكتملة ولا شيء وبس الجيم ديفلوبرز بس كذا بينزلوها عشان فلوس. واكثر شيء يقهر انه حاليا الالعاب كلها فيها شو اسمه يا اخي، شو اسم الكلمة ديك ما ادري، بس اللي هو نظام الباتل باس ونظام انك تشتري جوة اللعبة وذا الكلام الفاضي. متى ومتى نشوف العاب تختيم نفس God of War هذه و The Last of Us و Uncharted Part 2 معلنة منها The Last of Us. انا قص سوني شوية سويت ريديم لنفسها بعد The Last of Us Part 2. اللعبة جدا جميلة الصراحة، اكيد اعطيها 10 نفس ما قلت لكم اول. جيم بلاي، جرافيكس، قصة، كل شيء كل شيء كل شيء فيها صراحة بالنسبة لي بيرفكت. يا اخي ما ادري قاعد احاول افكر بشيء سلبي، واكيد في شيء يعني اقدر اي كريتيك هونت، يعني اللعبة مو 100% يا اخي هي اللعبة 100% خرافية، بس كيف اقدر اقولها؟ اعطيها 10 انا، بس يعني ممكن اكيد في بعض الاشياء ممكن تكون افضل، اكيد في اشياء زي كذا، لانه اكيد الواحد الأغنية خرافية، وأكيد في واحد أكيد الناس بديهم يحسنوا يعني. بس في جلتشات يس طبيعي، جلتشات تتصلح مع ال مع ال باتشات اللي يسووها الأبديتات. أنا عن نفسي ما واجهت أي جلتش، يمكن عشان قاعد ألعبها صار لي أسبوع يعني على الخفيف، ما دخلت عليها مرة واحدة وخلصتها أو يعني. يس اللعبة مرة طويلة هذا، وأنا بس ماشي بالقصة 24 ساعة حرفيا، وأنا بس ماشي بالقصة مع السايد كوستس وكذا أكيد توصل فوق 40 ساعة، وهذا الشيء اللي يحمس وحرجع ألعبها، بس ممكن مو في الستريم يعني، ممكن لحالي يعني. البلوت تويست اللي سووه الصراحة مرة عجبني، يعني قاعدين نسوي بيلد اب لموت كريتوس وبعدين في النهاية طلع كريتوس هو اللي منقذ الجاينتس، هذا الشيء مرة عجبني صراحة. اوه يا البيزك جدا رهيب. يس يس اللعبة باقي فيها اشياء مرة كتير، مرة مرة كتير صراحة. صراحة متحمس لتريس، ما أدري يعني إيش بيسوي، ما أدري يا أخي. هم قالوا إنه هذه اللعبة هتكون نهاية النورس ميثولوجي، بس تريس باقي عنده شيء يسويه، فما أتوقع إنهم حينزلوا، يا إنهم نزلوا اللعبة جانبية نفس ما قلت وينزلوا DLC كبير. حس DLC كبير تمشي،
ما ادري ايش بيسوي يعني اتريس، بس بيدور على عمالقة يعني. يا اخي يعمل كواليتي توب نوتش، كفو كل الناس حكينا كواليتي وكل اللي اشتغل على اللعبة حرفيا. اي اتمنى انه يكون في يا دي ال سي يا لعبة جانبية كذا صغيرة شوية ثانية لاتريس. للأسف ألعاب سوني كذا حاليا، أو ألعاب الكونسول بشكل عام، حتى اكس بوكس نفس الشيء. اللعبة الثانية هذا انت لو تحمل لو تشوف كود بس كود ماخذ كل شيء. والأشياء الجانبية كمان متأكد إنها حلوة، وغير كذا في أشياء حطوها إيكوليفنت للفالكريز، ف شيء حلو إنك يكون عندك تشالنج تسويه بعد ما تخلص اللعبة. يا من جد كود عالم تاني. ما حرفيا قاعد احاول افكر في سلبيه في اللعبه، والله ماني قادر. يمكن انتوا طلعتوا حق الجلتشات، يس اكيد جلتشات سلبيه، جلتشات سيئه. قاعد احاول اطلع سلبيه ثانيه، والله ماني عارف، هو اكيد في اشياء، بس والله اللعبه جدا جميله الصراحه، لعبه جدا جميله. وبالنسبه للجيم بذير الله يعين والله، Elden Ring Elden Ring و God of War صراحة توب صراحة، واحد منهم 100% حيفوز. بالنسبة لي أنا أفضل God of War شويتين عن Elden Ring صراحة. أنا أفضل God of War صراحة. تخيل عقدت الفيسوس بتفوز. لا مستحيل. يا God of War يا Elden Ring. God of War أكتر لعبة مرشحة للجوائز حرفيا، 10 من ترشيحات أتوقع. حقت البس حلوة، أنا باقي ما خلصتها، يبغى لي أخلصها، بس مو لعبة السنة كمان. في Elden Ring God of War، لا أكيد واحدة منهم مستحيل. شو هي مو دائما على التقييمات يعني، مثلا حتى أنا بقول اللعبة دي تستاهل 10 من 10، بس هذا مو معناته إنه اللعبة فيها سلبيات زي الجلتشات، وبس ماني قادر أطلع أي سلبية تانية الصراحة. لعبة جدا جميلة يا أخي، بدري أخ. بس يعني في مثلا يعني Elden Ring Metacritic حقها أخذت 97، God of War Ragnarok أخذت 94 أتوقع. ما لها أي دخل في التقييمات، تسليم الجوائز في النهاية. لا أنت ما أنت فاهم أي شيء تقول هذا الكلام يا سيك. النهاية حقتها الفايت اللي صار والحرب اللي صارت في أسغارد صراحة كانت حلوة مرة صراحة،
وكنت متوقع أنا دبل بوس فايتس ثور وبعدين هودن يجون كده، بس مرة ما توقعت إن هودن يقتل ثور صراحة. ما صعب صعب تلاقي صعب صعب ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويلكم نور. روح حمل هورايزن يلا، خلي هورايزن على جنب شويتين. ماني فايق لها الصراحة. وعليكم السلام يوسان، ويلكم نور. في اليوتيوب اتوقع باقي 3 حلقات، 7 8 9، وهذه حلقة 9 بتكون، او اني ادمج حلقة 8 مع 9، لانه حلقة 9 بتكون نهاية هذه الحلقة. ايش ايوه، بالنسبة للفويس اكترز مرة مبسوط صراحة من اتريس، انه نفس الفويس اكتر حقه القديم. القديم كان بزر، دحين كبر بلغ فصوته تغير. وفي اللعبة برضو كبر يعني، فحرفيا مرة مرة شيء رهيب، مرة مرة شيء رهيب. فا يا بتقفل؟ ما ادري ما اعرف. اما تروي بيكر موجود يا اخي، تروي بيكر في كل مكان. اوكي. تروي بيكر صوت جول في دراسة، صوت سام في جارت فور. يا جيم راين بريزيدنت اند سي او اوف سوني. خير باي، تعطيك الف عافيه على الجفت سب لمسكم، الله يسعدك يا رب، الله يعوض لك يا دبلات دبلات، ثانك يو سو ماتش والله. اليوم ممكن تسوي بثين، البث هذا ما اتوقع انه بيطول، ما ادري اذا بيتكي ساعتين او ساعه ونص. نشوف نشوف، بس جنشن ممكن نلعبها بعدين بالليل او على العصر. يس البث هذا من جد بث شاطح، قاعد ابث الصباح، انا ما اسوي هذا الشيء. اتوقع ان الكل انفجأ. الفالكريز عشان اروح لها بطول يا مسكم ولا لا؟ اخ من المويه، ابشر يا يوسف. الله يعافيك. تمام بروح له. شو اسمه يا غالبا، خلاص حخلي ده مقطع اخير، بخلي مقطع رقم 9، ما راح الصق في مقطع رقم 8، لانه رقم 8 بيكون مدته تقريبا 4 ساعات. لا خليني اقسم 8 و9. سبيد ران على صعوبة مستحيل يا واد، قد حاولت على صعوبة في God of War الأولى، معلش مو الأولى، 2018، يا واد والله مستحيلة مستحيلة حرفيا مستحيلة. بشر الله معك. خلصنا اللعبة يوسف، يس 4 ساعات. مقاطع اليوتيوب طويلة لأنه اخي بالنسبه لي انا العاب التختيم ما تتقصقص صراحه، ما اشوف انه الواحد يقصها بس عشان الكاتسينز. يا اخي في نص اللعبه في ديالوج بيصير مهم،
الواحد يقدم زي ما يبغى، عندك الحرية الصراحة. روح اللقطة اللي تبي تشوف فيها رياكشني وخلاص. يا ما اشوف انه اقدر اقصها صراحة. والله اللعبة تستاهل يا تيرابايت، بس العب 2018 او اللي ذي مديك. God of War 2018 رهيبة الصراحة، وهذه تكملة ل 2018. دوبنا سوينا جنازة، بمشي الكريدتس على طول عشان أدري إني مدينة أطلع ترى، بس يعني نايس يس. الأجزاء القديمة أو مين دولة؟ دولة الموديل صح؟ جابانيز. يا لو مديك تشوف ملخص للألعاب الثلاثة الأولى، حتى مو الثلاثة، حتى السايد جيمز اللي قبل God of War 2018 شوف، لأنهم تكلموا كثير عن ماضي كريتوس، عن أخوه، عن زوجته القديمة في اللعبة الأولى وبنته وكيف ماتوا. يعني هناك مات كل ناس حرفيا. كريتوس في الجريك كان هو المدمر ودمر كل شيء وقتل كل أحد حرفيا، وهنا في النورس كان هو السيفير وكان هو الشامبيون حق الريلمز كلهم والجاينتس. يا اخي النهاية والله كانت مرة ديب بالنسبة لي، مرة 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 حلوة. وبعد كل هذا العناء من كريتوس في النهاية اخيرا قدر يساعد ناس وقدر يكون شخص افضل. I don't know if there's anything beyond the light, afterlives after afterlives or whatever you, but if there is, I imagine he's causing one crazy ruckus there. I wrote that dirge for him. What's it called? Something profane. He wouldn't have it any other way. عندك معك تربيت وتوفيق. He's just my man. You know. نايس يا سيد. ملزز اسطورة والله، اسطورة. كنت تابع من زمان، اتوقع قد نزل عند الاسوس وان زمان مرة، ما انا متأكد. متابع من زمان لما كان عنده تحت 50,000، ممكن ان شاء الله دحين فوق 1,000,000. يا الله يوفقه. طيب على طار الفالكري، تقول لي في مصف الحيمة هذه هي؟ اتوقع انها هي، ولا هذه؟ لا هذه بوابة تانية. اوكي امزح. اما مو ذي. يا اخي ما شاء الله تيجي مره بسرعه، هم دائما يتكلموا ديالوج عشان كذا ما يرسمون بسرعه. I thought the climate would be pleasant after Midgard's winter. نار. But it's a dry heat. اما دقيقه اشوف. هذه كيف جنبنا هي. Hey Hatcha, remember, I need that orb.
near the little shop I'm running out in the Alpine Desert, there's something y'all are probably gonna want to see. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكم نور. ما أدري كنت بحطالي علامة ما أوكي. يا ضغطك سات يا أخي. طيب خلينا نمشي. أبا طيب أوكي خلاص خلينا نروح لعلامة استفهام دي أنا عشان ما طفشكم نفس أمس. خلينا بعدين انا اسويها بعدين لحالي. بالغلط كمون. احمر. اوكي 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 مره مو على اوف دم احمر على اس كله مدري ايش دي ارجع لها لما يكون ليفلي. انا كنت عارف انها حتكون شو اسمه حتكون في النهايه مره مو دحين. لا مستحيل اسويها دحين. مره مو دحين حرفيا اللعبة قاعد تقول لي انه هذا مو دحين. يا كنسل هذا ان شاء الله بسويها بعدين. يس شوف حتى فريق قاعد تقول لي مع السلامة. انتظري يا عم انا والله لا ارجع اوريكي بعدين. انا اوريكي اوف ستريم ان شاء الله على الظل واجلدك معفنة. حلو انه اللعبة بنفسي يعني فريا قاعد تقول لي خلينا نرجع بعد ما نطور نفسنا شويتين. شو الصداع ده؟ ايه انا اتفق انه خلينا بعيدين الصراحة. نشوف لي وقتها نشوف بس فور ناو احس اقدر العب اللعبة دحين اوف ستريم شويتين برجع لكم. برجع لجنشن طبعا يا محبين جنشن انتو وقرفتوني بجنشن اللي مدري ايش فيها بس ابشروا بنرجع. شوية وحشتني اللعبة الصراحة احس من زمان عنها. كويس اني تركتها شويتين يعني طبعا قاعد تسوي الديلي والريزم بس يعني ابى اشوف. ما يمديني اروح هنا؟ ما يمديني نشوف ايش فيه. بعدها ممكن انهي والله ما ادري انهي التسجيل ولا انهي البث. التسجيل بينتهي غالبا فيا يا ليل ايش يبغى السنجاب ذا. Hello Master Kratos, what you've accomplished for these realms is truly something impossible. Rest assured, good Master Brock would be proud beyond measure, even if only to express it in his love language of profane non-sequiturs. Ah, but he is terribly missed. Yes, he is. Now, there is one rather interesting development to apprise you of. The detonation of Asgard shook the world tree to its very roots, dislodging a great number of realm seeds. I thought you might wish to have them. My little way of saying thank you for preventing my death by immolation. You are welcome. Okay. اتوقع هذا الشيء راح يخليني ننتقل ل اسغارد واشياء ثانية. في عالمين اتوقع ما كان مفتوح عندنا ولا؟ ايوه شوف يوتنهايم. اتوقع اسغارد بعدين ممكن نرجع لها بطريقة ما ادري اذا حنرجع لها الصراحة بس يعني. والله ما ادري عن اي مهمة تتكلم لها بس هذه مهمة ثانية اعطاني هي بعد ما. لوندا. Hi there. I wanted to ask,
Do you want me to stop talking about your muscles and, oh, all right. Yep. I'll be in the study. Okay. يا اخي صح ما تكلمنا عن تير. والله تير طلع برا يعني شفتوا قدي كيف اودن مخادع، طلع هو متجسد على هيئة تير طول ذا الوقت وهو معانا، كان استخبى في الغرفة وكان في غراب وفيجي دائما اي وقت ومسوي لي فيها، وكان دائما ضدنا ما يبى يحارب ومدري ايش وخايف. طلع شو اسمه وقفل انك يا سان ايش اسوي، طلع شو اسمه مير تير. Did I do enough to prepare Atreus? The lad survived bloody Ragnarok. I should think he's as prepared as anyone could be. To survive, yes. But to love. Brother? Oh. هي صح حتى انا شكيت. Well, there were certain topics on which I suppose I may have been a touch more approachable. I did my level best to teach him the ropes. Then you taught the boy to woo. To be perfectly honest, brother, I taught him how I wish I'd wooed. يضحك انه شو اسمه انكم قاعدين تتكلم على الهرجة هذه، انه يس انا كنت شاك انه اصلا قلتها فيتشر وايف ممكن وقت ما شفناها اول مره، واضحه من اول فهي شكلها كويس هي كمان وتنفع له. بس عموما على هرجه تير نرجع، صراحه صدمني والله مره انصدمت، يعني تير طول هذا الوقت طلع اصلا ميت من اول ميت، فهو طلع من الاساس اودن، وانا صدمت لما توقع مزكم قال لي هذا الشيء انه من اول هو اودن حرفيا، لين ما يعني جات الفرصة وخاننا فيها وقتل بروك المعفن الله ياخذه. كريه اقسم بالله مرة قهرني، انا ما كنت قاعد استوعب حتى بعدها لين ما قال لي مزكم انه هذاك طول الوقت كان اودن، لدي الدرجة مخادع ولدي الدرجة كان يسمع خططنا ومعانا وعلى اساس انه اي معفن اقسم بالله معفن. بس يا اكيد التير الاصلي لو كان عايش كان بيكون فايدته اكيد افضل من كذا، عشان كذا طلع هو بلا فايدة يعني. يا صراحة شيء جدا جميل انهم سووا ذا الشيء. Can this place ever feel like a home after what happened here? I never thought I'd miss their bickering. But it's really not the same place without those two, is it? We will maintain it until his return. نحافظ على المكان قبل ما يرجع سندري أو شيء. يعني بيكون مكان خاص لينا. إيه بروك إيه. طيب أنا أشوف إنه هذا المكان مناسب إني أوقف فيه. أقلها مقطع اليوتيوب. صراحة اللعبة جدا جميلة وقلت رأيي عنها وشفنا النهاية السرية وكل شيء، وأتوقع ده بيكون آخر مقطع عن God of War. فيعطيكم العافية على المشاهدة وشكرا على حضوركم للبثوث حقتي، وشكرا لكل اللي تابع. إن شاء الله يكون استمتعتوا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. بس يا جماعة إيش أقول كمان، في شيء نسيته ولا لا؟ ما اتوقع. شو شات سلم عليكم على اليوتيوب. في امان الله يا جماعه.